الواقد يتركه أهل الحديث، لا يعتدون بما ينقله، مع أنه واسع العلم، فعلمه واسع. لو قرأت في كتب التاريخ والسير وجدت أن له كلاما، وإذا قرأت في التفسير وجدت أن له كلاما، فهو واسع الاطلاع. لكن أهل الحديث لا ينظرون إلى من هو واسع الاطلاع، ينظرون إلى من هو محقق، إلى من هو ثقة في نفسه، إلى من هو ضبط في حفظه في نقله. ولذا هو رحمه الله حاطب ليل، يجمع كل شيء، يجمع الغث والسمي، ما وقعت عينه على شيء نقله، سواء كان موافقا للشرع أو مخالفا له، دون أن يحقق فيه، فهو حاطب ليل، ليس كحاطب النهار. حاطب النهار إذا احتطب فإنه ينتقي الحطب الجيد، ولذا تكون بضاعته بضاعة جيدة، ويكون التعب الذي حصل منه تعبا في محله، له فائدة وثمر. لكن حاطب الليل لا يدري ماذا يحتطب، يقول ربما أن تكون هذه جيدة فيحتطبها، فإذا به إذا أصبح الصبح تتبين له بضاعته، يكون فيها الغث، يكون فيها السمين، يكون فيها الجيد والرديء. ولذا هو حاطب ليلا رحمه الله، لكنهم إذا رأوا في السند أن الواقد فيه تركوا السند، فإنه متروك عندهم، يعني يتركون حديثه ولا ينقلون عنه حديثاً.